صباح الخير دي اكس ان، صباح الخير للجميع. الله يبارك فيكم يا رب، يسعد اوقاتكم جميعا. مصادر الارباح في شركه دي اكس ان، طبعا مصادر الارباح متعدده في شركه دي اكس ان يا اخوان. المصدر الاول من خلال تسويقك للمنتجات، بما انه انت كعضو في الشركه لك خصم 25%، مثل ما بنعرف انه في سعرين، سعر للعضو وسعر لغير العضو. فلما انت تكون عضو في الشركه راح تاخذ المنتج على رقم عضويتك، اذا راح تحصل على المنتج بتخفيض 25%، وانت لما تسوق هذا المنتج لغير الاعضاء راح تحصل على الربح المباشر اللي هو فارق السعرين. الخصم اللي انت حصلت عليه راح تحصل عليه ارباح من خلال بيعك للمنتج بسعر غير العضو لغير الاعضاء، وبالتالي يكون انت حصلت على الربح الاول. مصدر الربح الثاني واللي هو حصولك على نقاط هذا المنتج. لما انت استهلكت هذا المنتج او اخذت هذا المنتج وسوقته لغيرك، انت حصلت على نقاط، وهاي هي الاساس في مشروعنا، انك تحصل نقاط. التارجت الاساسي اللي هو لا يقل عن 100 نقطة شهريا، وتحقيقها باذن الله تعالى امر سهل جدا باذن الله. فهذا المصدر الثاني من خلال تحقيق النقاط. المصدر الثالث واللي هو من خلال بناء فريق عمل فعال. لما انت تكون فهمت فكرة المشروع واستهلكت المنتج وجربت المنتج، حكيت للناس عن هذا المنتج وسوقت المنتجات للناس، تبدأ ايضا يعني بناء فريق من خلال دعوة الناس للعمل معك في هذا المشروع على نفس المبدأ اللي انت بدأت فيه. وبالتالي اي شخص راح يتسجل تحت عضويتك ويبدأ بتسويق المنتجات او استهلاك المنتجات، راح تنزل لك انت ايضا نقاط مضاعفة، هي اسمها نقاط تراكمية، وبالتالي انت راح تزيد ارباحك، راح تزيد نقاطك، بمجرد زيادة نقاطك راح تزيد نسبة ارباحك وراح ترتقي ايضا في الرتب. ربي يبارك فيكم يا رب ويسر اموركم ان شاء الله. هاي هي مصادر الارباح الثلاثه. المصدر الاول من خلال تسويق المنتجات بفارق السعرين واللي هو 25%، هاي مباشره. والمصدر الثاني من خلال حصولك على النقاط، والمصدر الثالث من خلال بناء الفريق. شكرا لكم جميعا، وبارك الله فيكم جميعا شركاء النجاح، أراكم سفراء ملكيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.